إحياء لليالي شهر رمضان الكريم، احتفلت جمعية الأمل الرستمي بالتنسيق مع مديرية الثقافة لولاية غردايا بتكريم 23 صائما مبتدئ بمناسبة صيامهم لأول مرة. إنها تظاهرة الصائم المبتدئ الذي تنظمه مديرية الثقافة والفنون لولاية غردايا برعاية من السيدة معالي وزير الثقافة وإشراف سيد ولي الولاية، فكرة للأستاذ بلال مصطفى. زرنا عديد البلديات والدوائر في ولاية غردايا، اليوم نحط الرحال ببلدية بريان. إن شاء الله هذه الأمسية هذه تكون احتفالية سعيدة للأطفال الذين يصومون لأول مرة. هذه جمعية الأمل الرستمي الثقافية تنظم هذا المهرجان الجميل مع فتيان 23 صائما يمثلون مدرستين متجاورتين في حي الشيخ بابا سعد، فنتمنى في الطبعات القادمة أن توسع لتشمل أكبر فئة من الفتيان. عرف الحفل تنظيم أنشطة ثقافية وفنية احتفاء بهؤلاء البراعم. أنا كصفتي مبتدئ للصيام جربت صمت اليوم الأول وكان حقا متعبا، كان العطش يغمرني وكنت أريد أن أكل، لكن صبرت إلى المغرب وعندما أذن بدأت بالأكل. مبادرة تكريم الصائم المبتدئ ما هي إلا حافز وتشجيع البراعم على الصيام في شهر البركة والرحمات.